Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez passer une agréable journée. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour les élèves du troisième année CM. Et aujourd'hui, on va voir devoir du troisième trimestre concernant l'autobiographie souvenir d'enfance. Le mazal التلاميذ هذا الفيديو راح يكون موجه للتلاميذ الثالثه متوسط راح نشوفوا فيه فرض اتلتي الاخير بخصوص ذكريات الطفوله. Alors, c'est parti. J'avais 6 ans, j'étais au CP. La directrice de l'école est venue me chercher dans ma classe avec un air grave. Il fallait que je rentre à la maison. Ma grande sœur était venue me chercher. Je me souviens des vêtements que je portais et de mon incompréhension du moment mêlé, d'une innocence qui faisait que je ne me rendais compte de rien. Ma sœur m'attendait dans la cour. Elle m'a pris la main et n'a rien dit. Je n'ai rien demandé. J'ai baissé la tête. Nous sommes rentrés à pied à la maison. Il n'y avait personne. Puis ma maman et mon frère sont rentrés très tard le soir. Mon papa n'était pas avec eux et je ne voulais rien entendre. Je ne voulais que le silence. Je ne voulais pas comprendre parce que comprendre, c'était entrer de plein fouet dans le monde des adultes et je ne voulais pas. Mon père venait de faire un accident de voiture dans l'après-midi et était dans le coma. Je n'ai pas vu mon père pendant un an. Je gardais toujours sa photo sous mon oreiller. Au bout de 2 ans, mon père est rentré à la maison. Je crois que ce jour-là était le plus beau jour de ma vie, même s'il n'était plus comme avant. Aujourd'hui, mon père n'est plus là, mais je pense à lui tous les jours. Il m'accompagne partout, c'est mon modèle. Alors, كما لبكم طلاب أو تلاميذ سنة ثالثة متوسط راكم تقرأوا pour le moment l'autobiographie. L'autobiographie هي قصة وين الكاتب ولا الحاكي يحكي على حاجة صرات له يعني في لونفونس تاعو في الطفولة تاعو. داكوغ كيما راكم تشوفوا في القصة تاع اليوم كانت عندها 6 سنوات أو كان عنده 6 سنوات قال لك بلي أنه كان في سي بي معناتها كلاس بريمير يعني في البريمير في الابتدائي. جات المديرة لا ديريكتريس دو ليكول إي فوني مو شيرشي معناتها جات المديرة باش تاخذوا من الكلاسه افيك ان اير غراف معناتها ما كانش في حاله يعني بطريقه مستعجله دونك il fallait que je rentre à la maison كان لازم انه يروح للمنزل قال انه ما غران سير الاخت الكبيره ايتي فوني مو شيرشي يعني جات باش تديه دونك جو مو سوفيان دي فيتمون كو جو بورتي يعني كان عاقل على الالبسه اللي كان فوالا اللي كان يلبسها ولا الألبسة اللي كانت تلبسها هاد البنت كانت عاقلة عليها دونك قالت بلي وكانت عندها لانكومبريونسيون يعني ما كانت فاهمة والو وكانت عندها هذيك دون انونسونس كي فيزيك لو جو مو روندي كونت ريان يعني كانت عندها هذيك البراءة اللي ما كانت عارفة والو قالت انه ما سيغ ماتوندي دون لاكور انه الاخت تاعها كانت تستناها في الساحة ال ما بخي لا ما يعني حكمتها من يدها اي نغيان دي وما قالت لها والو جو ريان دوموندي البنت اللي تقول انه ما طلبت والو جي بيسي لا تيت يعني كانت مطأطئة للراس وقالت انه Nous sommes rentrés à pied à la maison. يعني وراحوا مشينا على الأقدام للمنزل. Il y avait personne. يعني ما كان حتى واحد في المنزل. Puis sa maman et son voilà, راهي تقول إنه الأم نتاعها والأخ نتاعها يعني دخلوا للمنزل مساء يعني في زمن يعني كان وقت فات بزاف دونك قالت انه مون بابا نيتي با افيك الاب نتاعها ما كانش معاهم اي جو نو فولي ريان اونتوندر ما كانت حابه تسمع والو جو نو فولي ريان كو لو سيلونس كانت حابه فقط انه الهدوء ما كانت باغيه تفهم لانه قالت انه كون نبغي نفهم غادي ندخل في العالم تاع الكبار وهي ماهيش باغيه هذا الشيء قالت انه الاب نتاعها مون بير فوني دو فير ان اكسيدون يعني الاب نتاعها في هذاك الاثناء اللي جات المديره والاخت نتاعها ياخذوها من القسم كان دار ان اكسيدون دو فاتور متاع حادث مرور يعني على الساعه تقريبا 12 هكذاك اي ايتي دون الكومه ودخل في الكومه تقريبا غيبوبه دونك جو ني با في مون بير بوندون ان نو يعني لمده سنه ما شافتش الاب نتاعها قالت انه جو غاردي توجور سا فوتو سو مون اوري يعني قالت انه كان تحتفظ دائما بالصوره نتاعو تحت الوساده نتاعها او بو دو 2 ans يعني على مده عامين مون بير اي رونتري على ميزون بعدها بعد عامين الاب نتاعها دخل المنزل جو كوا كو سو جور لا ايتي لو بلو بو جور دو ما في قالت انه هذا احسن او اجمل يوم في حياتها ميم سي نيتي بلو كوم افون حتى انه الاب نتاعها ما كانش كيما قبل لكن كان افضل واجمل نهار في حياتها قالت انه الان مون بير اوجوردي مون بير ني بلو لا الاب تاعها توفى سي بون اي جو بونس ا لوي تو لو جور قالت انه نتذكرها دائما ال ماكومبان بارتو انه يرافقها دائما دونك قالت انه هو سي مون موديل صديق قالت انه هو كيجو القدوه نتاعها دونك هذا بخصوص النص نتاعنا نهار اليوم راح نشوفوا الاسئله كيفاش راح تكون
Alors, l'asile interne va être l'atti. بالنسبة à la compréhension de l'écrit, السؤال الأول قال لك qui parle dans ce texte. يعني شكون اللي راه يتكلم في هذا النص. قال لك أنا justifie ta réponse معناتها برر لي إجابة نتاعك. السؤال الثاني قال لك choisis la bonne réponse معناتها راح تعطيني أو تختار لي إجابة صحيحة. قال لك ce texte إيه هذا النص هل هو une biographie. Biographie معناتها نتكلموا على شخصية معروفة ولا un conte معناتها قصة ولا une autobiographie معناتها هنايا إنسان راه يحكي على حاجة صارت له في الطفولة نتاعو. هنا قال لك نبقاو توجور مع الشطر الثاني من السؤال الثاني. قال لك لو سوفونير دونفونس دون بار لوتور يعني الذكرى اللي راهي تكلم الذكرى تاع الطفوله اللي راهي يتكلم عليها الكاتب هذا النص هل هي سا رونتري على ليكول يعني كيفاش دخل المدرسه اول مره ولا لاكسيدو دو سون بير معناتها الحادثه نتاع الاب نتاعو ولا لو ديسي دو سون بير الوفاه نتاع الاب نتاعو. هنا بيان سور وزالي شوازير لا بون ريبونس. الوغ بالنسبه للسؤال رقم 3 فهنا راح نجاوبو بصح ولا خطا مع تصحيح الخطا. قال لك انه لا بوتيت في افي اون سور انه هذه الطفله كان عندها اخت. بالنسبه للبي قال لك لا مامون اي لو فرير الام والاخ سون رونتري ا لا ميزون تري تو لو ماتان يعني دخلوا المنزل في الصباح الباكر صباحا. قال لك سي لو بير اي مور الاب توفى. بالنسبه للاجابه رقم اولا السؤال الرابع قال لك اوجوردي مون بير ني بلو لا مي جو بونس ا لوي تو لي جور. قال لك اسكو سي لو ناراتور ادولت ou le narrateur enfant qui parle dans cette phrase. هنا في هذه الجمله الجمله تقول انه اللي في اليوم الحالي انه الاب تاعي ما راهش كاين توفى وراني نذكره دائما. قال لك هنا شكون هو الراوي اللي راه يتكلم هل هو اللي راه يحكي في هذه القصه هل هو ادولت يعني هو كبير ولا لو ناراتور انفون كي كان صغير. اما فيما يخص السؤال رقم 5 فقال لك غوليف دو تيكس امو لي او شون ليكسيكال تاع سوفونير تعطوني كلمه عندها علاقه بكلمه سوفونير يعني ذكرى. الوغ بالنسبه للسؤال رقم 6 قال لك جو مو سوفيان دو ما سور. الوغ هاد الفيرب اللي رانا مسطرين عليه مو سوفيان قال لك ريكري لا فراز اون رامبلاسون لو فيرب سوليني بار ان اوتر دو ميم سونس يعني راح تعاودوا تكتبوا الجمله لكن الفيرب اللي رانا مسطرين عليه مو سوفيان تعطوني ان اوتر فيرب كيما هو يشبه له في المعنى. بالنسبه للسؤال رقم 7 قال لك غولف دو تيكست تعطوني ان ديتيرمينون بوسيسيف اي ان ديتيرمينون ديمونستراتيف معناتها راح تعطوني حاجه عندها علاقه بالملكيه وان ديتيرمينون ديمونستراتيف. هذا مو هاد الدروس راكم درتوها نمامو في هاد الثلاثي اكيد مع الاجابات راح نزيد نشرحها اكثر. بالنسبه للسؤال رقم 8 قال لك بريزيس لا فالور دو بريزون دون سي فراز. بون عطاونا جملتين ا بي وقلنا كل جمله لازم تعطوني القيمه نتاع لو فيرب اللي رانا مصرفينه في البريزون. كاين بريزون دو ناراسيون يعني لو بريزون اللي راك تحكي فيه اي بريزون دينونسياسيون يعني بريزون تاع الان. الجمل كالاتي راهي تقول الجمله الاولى جو مو سوفيان دي فيتمون كو جو بورتي راني نتذكر في اللي بالالبسه اللي كنت لابستها. اما فيما يخص بي قال لك ا ليكول بريمير يعني في المدرسه من كنت في البريمير دي مون بير الاب تاعي راه يقول جو سوي توجور لو برومي دو ما كلاس كنت دائما انه انا الاول في القسم. بالنسبه رقم 9 قال لك غي كري لا فراس سويفونت اون ميتون لو فيرب او بريزون دو لانديكاتيف. الوغ الجمله اللي حنمدها لكم دوكا اللي هي لا ديريكتريس دو ليكول اي فوني مي شيرشي دون لا كلاس. الفيرب اللي رانا مسطرين عليه قال لك نتوما غادي تعاودوا يعني ديروه لي في البريزون دو لانديكاتيف مع العلم راه مصرف لو باسي كومبوزي. اما اخر سؤال رقم 10 قال لك اوجوردي مون بير ني بلو لا مي جو بونس ا لوي تو لي جور ايل ماكومباني بارتو. دونك هنا غادي نعاودو نكتبو هذه كلمه بير نبدلوها ونديرو في مكانها بارون يعني راح نحولو من المفرد الى الجمع من السانغولي او بلوريال. ودوكا جينا الوضعية الإدماجية. الوضعية الإدماجية واش طلبوا منكم؟ هذه الوضعية الإدماجية اللي طلبوها منكم نورمالمون تقريبا كامل الأساتذة. قال لك ريديجي ان ريسي ا كاركتير اوتوبيوغرافيك دون لوكيل تو راكونت ان دو تي سوفونير دونفونس كال سنتيمون تي تون رماركي. هنا قال لك راح تكتب لي فقرة على شكل اوتوبيوغرافي من خلالها راح تحكي على حادثة صرات لك في الطفولة تاعك ولا ذكرى من ذكريات الطفولة اللي صرات لك. دوكا بيان سور بعد ما نعطيكم الحل نتاع هذا الفرد راح في الأخير نخليكم مجموعة من الوضعيات الإدماجية اللي عندها علاقة بسوفونير دونفونس. الوغ دوكا راح نشوفوا الحل تاعنا كيفاش راح يكون. بالنسبة للسؤال الأول قال لك شكون اللي راه يتكلم في هذا النص. دونك الإجابة راح تكون كالآتي قال لك سي سيمون دو بوفوار كي بارل دون سو تيكست. كيفاش عرفنا؟ لأنه راه مذكور في لا سورس. جوستيفيكاسيون واش هو التبرير تاعنا؟ هو الاستخدام تاع لو برونون بيرسونيل جو. بالنسبة للسؤال الثاني قال لك اختار الإجابة الصحيحة واش هو نوع هذا النص. هو اون اوتو بيوغرافي. أما السوفونير اللي قال لك راه يتكلم عليها النص فهي لاكسيدون دو سون بير معناتها الحادث نتاع الأب نتاعها.
اللي بعدها قال لك هنا راح نجاوبوا بصح ولا خطا، قال لك باللي لا بوتيت في افي اون سور، دونك هاد الطفله الصغيره كان عندها اخت، دونك سي فري. بالنسبه لبي لا مامون اي لو فرير سون رونتري على لا ميزون تري تو لو ماتان، دونك سي فو لانه الاب والاخت دخلوا تار لو فالا لو سوار. اما بالنسبه للجمله الاخيره لو بير اي مور، دونك سي فو، الاب في هذيك الحاله ما ماتش، كان في الكوما لمده سنه، بعدها بعامين او لا فالا بعد عامين ولا اكثر جا وكان عادي يعني. ابخي قال لك بالنسبه للسؤال الرابعه قال لك aujourd'hui mon père n'est plus là mais je pense à lui tous les jours، دونك هنايا شكون اللي راه يتكلم؟ دونك هل لو ناراتور هو كبير ولا لو ناراتور هو صغير؟ هنا اوتوماتيكمون سي لو ناراتور هو كبير ادولت، راه يقول بلي الاب تاعي الان ما راهش كاين، مي دائما نتذكره. داكوغ. اما بالنسبه للسؤال رقم خمسة فقال لك لو مو ابارتونون او شون ليكسيكال تاع سوفونير، فهو عندنا لو فيرب سوفيان. الوغ هنا بالنسبه للسؤال رقم 6 فكانوا عاطينا ان فيرب اللي هو جو مو سوفيان دو ما سير، وقال لنا ديروا لي فيرب كيفه عنده ميم سانس، فلو سينونيم تاع جو مو سوفيان هو جو مو رابيل، وبالتالي الاجابه تكون كالاتي جو مو رابيل دو ما سير. بالنسبه للسؤال رقم 7 قال لك غولف دو تيكست ان ديتيرمينون بوسيسيف، يعني تاع الملكيه كيما ما تا سا مون طون سون مي تي سي، دونك عندنا هنايا ما وعندنا مو. اما لي ديتيرمينون ديمونستراتيف يعني تاع الاشاره للاشياء عندنا سو سي اكسيتيرا. دونك بالنسبه للسؤال رقم 8 قال لك بريزيزي لا فالور دو بريزون دون سي فراز، قلت لكم ان البريزون دو ناراسيون كيكون الكاتب يحكي، بريزون دينونسياسيون كيكون الان هو ادولت. دونك الجمله الاولى قالت انه جو مو سوفيان دي فيتمون كو جو بورتي، راني نتذكر في الالبسه اللي كنت لابسه، هنا راه يحكي دونك اوتوماتيكمون سي بريزون دو ناراسيون. لكن الجمله الثانيه قالت ا ليكول بريمير دي مون بير، دونك هو الان راه يقول، الان راه يقول بلي الاب تاعي راه قال لي بلي انه كي كنت صغير كنت توجور نجي، ماشي كنت دائما نجي الاول في القسم تاعي، دونك هو ماشي ما راهش يحكي على حاجه صرات له، لكن راه الان، دونك سي لو بريزون دينونسياسيون. الوغ بالنسبه للسؤال والاجابه رقم 9 قال لك ريكري لا فراس سويفونت اون ميتون لو فيرب او بريزون دو لانديكاتيف، فلو فيرب سي الفيرب فونير، كيفاش يولي لنا في البريزون دو لانديكاتيف؟ يولي لنا فيان، دونك لا ديريكتريس دو ليكول، دونك سي ال فيان مو شيرشي دون لا كلاس. بالنسبه للسؤال رقم 10 فراح نعاودو بير بي لي بارون، فراح نحولو من المفرد الى الجمع، تصبح الجمله كالاتي aujourd'hui mes parents ne sont plus là mais je pense à eux tous les jours et ils m'accompagnent partout. دونك هنا كيما راكم تشوفو نقولو في بلاصه مون درنا مي، بير ou bon ou l'étant parent, alors n'est plus là ou l'étant ne sont plus là, mais je pense à, donc هنا lui تعود على le père, mais هنا eux تعود على les parents tous les jours. هنا في مكان il درنا il avec s automatiquement كي نديرو il avec s الفعل لي جيمو راه راح نديرو e انت à la fin ونكملوها ب partout عادي. اما بخصوص وضع الادماجيه فراح نخليكم الوضعيه الادماجيه في اخر الفيديو، وبهذا نكون وصلت نهايه الفيديو. جيسبر كو لا دو سا فو بليغا. بيان سور سي فيزافي دي كيستيون N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Je vous aime et à la prochaine fois, Inch'Allah.